أمن الجانبان السوداني والأثيوبي على الدفع قدما بالعلاقات المتميزة بين الدولتين والسعي لتنفيذ كافة الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين الجانبين من أجل مصلحة شعبي الدولتين. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع والي القضارف بسفير دولة أثيوبيا لدى السودان، والذي استعرض سير تنفيذ الاتفاقيات خاصة تلك المتعلقة بتأمين الشريط الحدودي. وقال نصر الدين عبد القيوم والي ولاية القضارف المكلف إن الاجتماع اهتم بتنشيط وتفعيل القوات المشتركة من أجل تأمين الشريط الحدودي ضد عصابات الإتجار بالسلاح والمخدرات وتهريب البشر، إضافة للحد من نشاط الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أن الاجتماع أمن على استئناف اجتماعات اللجان الحدودية على كافة المستويات مع الاتفاق على دورها الإيجابي في حل كافة الإشكالات التي تعترض أمن وسلامة الشريط الحدودي بين الدولتين. كان اجتماع مثمر، يمكن اتفقنا فيه على إعادة اجتماعات اللجان الحدودية بين المحليات واللجان بين الولاية والأقاليم الإثيوبية. كذلك يمكن وصلنا تفاهمات وفي عملية مكافحة تجارة يمكن البشر وتهريب الأسلحة وتهريب المخدرات، إنه لابد يكون في تنسيق بين الجانبين لتبادل المعلومات. كذلك يمكن هنالك يمكن اتفاقية يمكن وقعت الفترة السابقة، سوف نزع إن شاء الله تنفيذها، اللي هي نشر قوات مشتركة في الحدود بيننا وبين الجالية الأثيوبية. وكذلك هناك في اجتماعات على مستوى الوزراء وعلى مستوى الحكومة لمناقشة قضايا يمكن متعلقة بترسيم الحدود. في السياق عزز السفير الأثيوبي من التعاون الإيجابي بين الدولتين، مؤكدا حرص دولة أثيوبيا على استقرار السودان، مشيرا إلى أنهم اتفقوا مع الجانب السوداني على تنشيط العمل في أمن الحدود من أجل القضاء على كافة الظواهر السالبة وعلى رأسها الإتجار بالسلاح وتهريب البشر. هذا الاجتماع هو اجتماع كان مفيد بالنسبة لكل الأطراف، وناقش فيه كثير من الأشياء المتعلقة بالحدود، وهي إشكالات، والحدود هي حدود كبير جدا وواسع بين كلهم، فسذلك نعيشهم في شعب واحد وبلد واحد، ويغرقنا عملية تهريب البشر وتهريب السلاح، وهنالك بعض الأشياء نحن نعمل عليها مع بعض. وكذلك في هذا الاجتماع أجدنا أنه دور القنصلية هو دور كبير جدا، ونتمنى أنه الناس تتعامل مع هذه القنصلية لمحاربة كثير من تهريب البشر والسلاح. ومن جانبنا هنالك حوارات غائمة وحوارات جارية ومناقشات جارية على مستوى الوزراء وعلى مستوى الولايات وعلى مستوى المحليات وحتى على مستوى الوحدات الإدارية، فهناك اجتماعات مستمرة وجارية ونحن على استمرار في هذه الحوارات.